أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، توفي أمس 3 أشخاص في حادث مرور خطير وقع على الطريق الرابط بين مدينتي حاسم السعود وورقلة بالقرب من منطقة حوض الحمراء بإقليم دائرة حاسم سعود جنوب شرق ولاية ورقلة. الحادث نجم عن اصطدام شاحنة من الوزن الثقيل وسيارة إسعاف. وقالت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 7 على الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين مدينتي حاسم سعود وتوغرت، مضيفة أنه تم إجلاء جثث الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و 34 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية حسين أيت أحمد بحاسي مسعود، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.